الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. بنسمع كتير عن ضبط لحوم فاسدة وإعدامها أو أكل منتهي الصلاحية ومعاد تصنيعه، لكن الغريب والصادم المرة دي إن اللي تم ضبطه هو مصنع للجبنة بيعملها من معجون الحوائط ومكسبات الطعم. واقعة غريبة وغير مسبوقة هنتعرف عليها من خلال تغطيتنا، فتابعونا. قام مركز تلا في محافظة المنوفية بضبط مصنع لإنتاج الجبن بيصنعها من معجون حوائط ومكسبات طعم غير صالحة. وقال هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا إنهم تلقوا أخباراً عن مصنع لتصنيع الجبن من مواد غير صالحة، وبالفعل انتقلت قوة من رئاسة المركز والصحة والتموين وجدت إن المصنع مقام على أرض فاضية خالية، وحاول العاملون بالمصنع إن هم يمنعوهم من الدخول، وحاولوا كمان الهروب وتهريب بعض المنتجات، لكن بعد دخولهم تبين وجود معجون حوائط وبعض السيدات بيحملوا فرش حمام لتنظيف قطع الجبن من العفن. وقالت رئيس مركز ومدينة تلا إنه بيتم استخدام بودرة حوائط وملح طعام فاسد منتهي الصلاحية وبعض المنتجات المتعفنة وألبان ماعز مخزنة في أشولة وملقاة في مياه صرف صحي، وإنه تم تقدير المنتجات بحوالي 37 طن منهم 15 طن جبن مشكلة وعليها عفن وملقاة في الأرض في الأتربة. وأكدت كمان أنه تم التحفظ على الكميات وأخذ عينات لتحليلها من قبل معامل الصحة لبيان المواد المستخدمة، وأن الأدوات المستخدمة في التصنيع لا تصلح ولا يوجد أي إجراءات صحية ليها. وقالت كمان أن الاسم النهائي للمنتج المدون عليها اسم جنيد بلدي المنسف، وبالفعل تم تحويل الأمر للنيابة العامة للتحقيق، وحالياً في انتظار نتائج عينات معامل الصحة ليتم اتخاذ إجراءات بتشميع المصنع. والحقيقة أن قانون حماية المستهلك محدد عدة عقوبات للغش التجاري، وبتعاقب المادة 70 من قانون حماية المستهلك بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 2,000,000 جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف حكم المادة 19 من هذا القانون. وبيترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعصي، وبتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 2,000,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة تسبب مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مدمن أو مستعصي، بتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 2,000,000 جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة وأيهما أكبر. أما بقى إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات، فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. وطبقاً لقانون حماية المستهلك، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، بتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200,000 جنيه ولا تتجاوز 2,000,000 جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أو أيهما أكبر، وفقاً للمادة 72 من القانون. واقعة مؤسفة وغير إنسانية، وما زلنا في انتظار نتائج التحقيقات فيها. وبكده بتكون انتهت تغطيتنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.